الحمد لله اخيرا وصلنا للمسجد. هذه بدايات تحس ان انت قربت يعني على المسجد. يقال ان ده المسجد الوحيد لبلغراد، بس دخلت على النت لقى في 3 مساجد تانية. المساجد المكتوبة على جوجل غير المساجد، يعني في مساجد اكتر بس مش موجودة على جوجل، لانه ممكن هنا اي شخص عنده بيت يحوله حاجة اسمها وقف ويعملوا مسجد عادي. طبعا قصة هذا المسجد ان هم لما اول ما استلموا الدولة من بلغراد من الدولة العثمانية هدموا كل المساجد، وتبقى هذا المسجد كعلو اسطبل وعلو كنيسة. فلما جم فرقة عالم الحياز عند الناصر والعرب قالوا عايزين نصلي، فقالوا مش معقول بلغراد ما فيهاش مسجد، فقالوا خلاص رجعوا اخر مسجد كان موجود قائم هو ده، خلاص رجعوه جامع مسجد زي ما هو. عندنا كنائس كتير اصلا مفيش حد بيصلي في الكنائس يعني، رجعوا مسجد مرة تانية وهم يعني أرادوا أن يطفئوا نور الله، لكن الله هو الذي يقدر وليس هم. اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي باب رحمتك إن شاء الله. طبعا المطر شديد جدا. ازاي؟ أنا جايب شمسية بس سيبها في العربية، بحنطها مش عارف ليه، ربنا يصلح حالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك الكتاب وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين
اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا قراءتنا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اهدنا واهدني ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه العالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينه القران، وشرفنا بشرافه القران، واكرمنا بكرامه القران، والبسنا بخلعه القران. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه. تقبل منا بحرمه سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا ليُنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله الكريم. إذ قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Da sa nje posvedočimo, da sa njenog mimbera posvedočimo, da nema drugog Boga. Pesimizam nije stanje vernika. Pesimizam je stanje onoga koji ne veruje Bogu da sve može. Qurban Eid, which is coming in less than
About 24 days, 26 days, inshallah, exactly, or 25 days, inshallah, Qurban is coming. We are speaking about our obligation for Qurban, for sacrifice. ربنا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرامتك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرفة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، واحفظنا وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم واجمع أمة محمد يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر من نصر الدين، واحزن من حزن المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وانصرنا هنا في صربيا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل هذا مكانا آمنا رخيا صحيا محروسا محفوظا بحفظك وأمانك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. O ljudi, Allah nam naređuje pravdu i dobročinstvo da činimo i da se potpomažemo i da bližnjeg i daljnjeg pomognemo. Allah nam zabranjuje ružne i nemoralne reči. Allah nam zabranjuje ružna i nemoralna dela. Allah nam zabranjuje nasilje i terorizam svake vrste. Allah nas savjetuje da se opomenemo. Ake mi salah i namaz klanje. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. طبعا بعد الصلاة مباشرة هم عاملين هنا زي غرفة كده عارفين فيها وفيها عشان المسلمين يعني يقابلوا بعض، وهنا في جزء خاص للنساء فوق. ما شاء الله هنا ستجمعوا كلهم يعني على بعض طرف على بعض. الجميل هنا ما شاء الله ان هو كل الجنسيات يعني عرب وانجليزي كله ما شاء الله.